بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله انت مع اخوك ابو الهلال النهارده من الغربيه من مركز السانتا من قريه بنكيم. ان شاء الله بيقدم 16 دبابه النهارده. افخم بدريه رحمن هناك هتشوفها والله لا تلاقيها النهارده. انا عايز كل اللي يشوف الفيديو دوت احنا عايزين منكم صلاه النبي، وصلاه النبي هو مكسبنا، بس مش عايزين اكتر من كده. واحد الله وصلى على النبي يا مؤمن، عشان دول 16 نتايه غنم منها معشره وفيها غنم على وش عشر، يعني غنم كلها بسم الله ما شاء الله عليها غنم متنقيه بالواحده، غنم كلها مراح واحد مصر واحد، ومعاهم برضو كبشهم، يعني برضو معاهم كبشهم. هنفرقوا لكم ان شاء الله على اخر فيديو، بس انا عايز كل اللي يشوف المال ده يدعمنا بصلاه النبي، واحنا صلاه النبي مكسبنا قبل اي بيع وشراء. غنم بالصلاه على النبي من اعلى مواصفات البدر الرحمن. خش بقى اوريكم برضو واحده واحده وافرجكم ومتعكم. يوا كده يا ليالي، واحد الله وصلى على النبي عشان صلاه النبي مكسبي. ابو ليالي بتاع الحلو. الله يبارك لك يا ليالي، الله يبارك لك. يعني ان شاء الله هنفرجك النهارده على 16 نتايه وحوش. امسك لي كده الاثنين دول والنبي وريهم. فرجني كده والنبي، والنبي فرجني ومتع الناس المحترمه كده اللي متابعانا، الناس المحترمه اللي متابعانا والنبي فرجني. ايوه كده فرجني كده. بص يا رجاله، بص يا رجاله، التوائم هي رجاله، التوائم هي رجاله، الفطاحل ايه؟ فطاحل والله توائم دولت غنم، غنم بسم الله ما شاء الله على الدم الصابح. الدم الصبح يا رجاله، الدم الصبح البدريه اللي متاسسه حلوه، البدريه اللي كانت شبعانه رضاعه صح، يعني البدريه دي تطول بالصلاه على حضره النبي تجي لك عند سرتك. بتقول ايه يا ليالي؟ الله يبارك لك يا ليالي، الله يبارك لك يا ليالي. يعني ان شاء يعني واحد الله وصلى على النبي عشان صلاه النبي مكسبنا. ان شاء الله احنا جايين نقدم لك النهارده 16 نتايج. الله يبارك لك يا ليالي. رقم التليفون بقى قولهولنا. ماشي يا حاجه ليالي. عليه الصلاه والسلام. يعني ان شاء الله جايين نمتعكم النهارده ب 16 نتايه غنم ان شاء الله. ان شاء الله اعمار الغنم ديت من 11 شهر لسنه، يعني بنقول من 10 شهور لسنه، من 10 شهور لسنه. انا عايز كله يصلى على النبي يا رجاله. بص البدريه عامله ازاي، والله انا بنقل لكم من اصغر النتي فيهم اهوت، مش حاجه صغيره. بص النتي عامله ازاي، فطاحل النهارده، فطاحل اسمهم 16 دبابه. والله ما قدمت العروض دي خالص بالنظام الحلاوه دي. بصوا يا رجاله، بصوا يا رجاله زي ما انتم شايفين كده معانا بنمتعكم اهوت. بص البدريه عامله ازاي، بص يا رجاله البدريه عامله ازاي. اللهم صل على النبي، اللهم صل عليك يا نبي، اللهم صل عليك يا نبي. مال يفرح والله، والله مال يفرح، مال يفرح والله الجميع، والله والله مال تفاح النهارده، تفاح ما فيش من ده بدره والله. شفت ولا حد بيعرض النتي دي، اقسم بالله كل اللي بيعرض بيعرض غنم مشنشنه وغنم صغيره على غنم كبيره بشكل العمليه. انما بص الغنم عامله ازاي، غنم كانت شبعانه من امهاتها صح، يعني غنم دي تديك سلالات، سلالات متعه، سلالات متعه. واغلبيه الغنم دي توائم يا رجاله، يعني اغلبيه الغنم اللي قدام منك دي توائم يا رجاله. يعني ان شاء الله غنم بسم الله ما شاء الله عليها، فطاح القسما بالله شويه نيت. يا الله اكبر، يا بخت اللي يكون من رزقه من نصيبه، يا بخت اللي يكون من رزقه من نصيبه. والله والله يا بلاش يا غنم النهارده، بعرض لكم النهارده 16 نتايه رجاله. اعمار الغنم ديت من 10 شهور لسنه، من 10 شهور لسنه. انا عايز كله يصلى على النبي عشان احنا صلاه النبي مكسبنا. بس تعالي قولي لنا يا ليالي هنا، سمعينا كده، انت بتسمعي نفسك؟ قول لي الحلو دي، الحلو دي، الحلو ما بيجيبش الا الحلو والله، والله ما بيجيب الا الحلو، الحلو ما بيعرفش الا الحلو. يعني ان شاء الله يا رجاله النهارده بنقدم لكم 16 نتايه، بخت اللي يكون من رزقه من نصيبه. الحاجات الحلوه ورزق على الله. بتقول ايه يا ليالي؟ بعمل الحاجات الحلوه ورزق على الله. الله يبارك لك يا ليالي. عايز ايدي اشتري. الله يبارك لك يا ليالي. بابا المدال. الله يبارك لك يا ليالي. يعني ان شاء الله يا رجاله النهارده بنقدم لكم 16 نتايه عمرهم من 10 شهور لسنه. رقم التليفون 010 20 11 92 89، مع اخوك ابو ليالي من الغربيه من مركز السنطة من قريه بلكين. يعني ان شاء الله هنفرجكم النهارده على شويه بضاعه من اعلى البضاعه، مش هنطول عليكم برضك. واحنا زي ما احنا متعودين معانا، احنا بقى نقول لكم السعر النهارده غير اختلاف اي حد في السعر. الناس بتعرض الغنم دي ب 7000 وب 7000 ونص، مش هتلاقي عندنا الكلام ده والله. ولا احنا قايلين ب 7000 والله، ولا قايلين ب 68، وانت عايز الجد الكلمه الاولانيه مش قايلين ب 67. الغنم ده النهارده سعر 6600 جنيه. يلا يا جدعان، ويا بخت من حظه ومن نصيبه اللي يكون من حظه ومن نصيبه. اقسم بالله عرض ببلاش، اقسم بالله عرض ببلاش، سعر 6600 جنيه، اقسم بالله ما تعرف تجيبه من عند حد بسعر 7000.
الفطاحل ده يا رجاله سعر 6600 جنيه. الفطاحل ده ايه ده يا رجاله؟ سعر 6600 جنيه ومعاهم كبشهم، يعني اللي عايز المشروع بكبشه معاهم كبشهم برضو. بص الغنم عامله ازاي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اللهم صل على النبي 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 على دي بضاعه اللهم صل على النبي على دي بضاعه. والكبش برضك معاهم بتاعهم الضروبه اهو، دي الكبش الضروبه بتاعهم. الكبش ده ان شاء الله عمره سنه ونص، الكبش اللي قدام منك ده ان شاء الله عمره سنه ونص، وان شاء الله سعر الكبش ده مش هنقول على 14000 ولا 13000، احنا هنقول الكبش ده النهارده ب 11000 ونص ضرب بقى. لو لقيته عند حد ب 14000 اشتري، ب 15000 اشتري. لا انا بضرب بقى حتى من الاسعار النهارده، بعرض العرض ده للتاجر قبل الامنيه وقبل اي حد، انا بعرض العرض ده للتاجر ب 11000 ونص. الكبش الحوت ده اهو اللي انت شايفه ده، اطلع كده مشوا لنا كده خطوه كده ب 11000 ونص. الدبابه ده، الدبابه اللي ماشيه قدام عينكم ده يا رجاله، الدبابه اللي ماشيه قدام عينكم ده هي ب 11000 ونص. الدبابه ده هي كلها ب 11000 ونص مع العرض يا رجاله ب 11000 ونص. يا بخت اللي يكون من نصيبه من حظه العرض ده. والله دولت سعر 6600. هات هات شويه اكل يلا. كل ده هم ب 1600 ببلاش ببلاش والله ببلاش. الله يبارك لك يا ليل ببلاش. احذف يلا هنا احذف احذف احذف. يعني يا رجاله قلنا 16 نتاية سعر 6600 والكبش ب 11000 ونص، وتحت امر اي حد ومعانا توصيل لل 27 محافظه برضو كرجاله. يا رجاله احنا معانا توصيل لل 27 محافظه مع ابو ليالي داخل مزارع ابو ليالي، معاك توصيل لل 27 محافظه. ودمتم في امانة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهم يا رجالة البضاعة، يا رجالة البضاعة بتتكلم عن نفسها رجالة. ودمتم في امانة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.